FM. الكلمة ليك. دغيج هذايا وسي ريكوب هذوما ولاو معناتها معروفين في البلاد، لكن معروفين باش، مش معروفين بعلمهم ولا مقترحاتهم لإصلاح الاقتصاد ولا لخلق مواطن شغل. الناس هذوما معروفين بمواقفهم معناتها الفيولونت، فيها العنف، فيها معناتها التفرقه ما بين التوانسه، ناس يحكيوا باسم الثوره. هما انا مانيش نحكي باسم الشعب التونسي، نحكي باسمي، لكن زاد فما راي سائد يقول انه الناس هذوما فهمت يستعملوا العنف وفي اطار لجان حمايه الثوره وحكيوا باسم الثوره. وسي عماد دغيج ما عنده حتى علاقه بالثوره، هو بيدو مستعرف بروحه، ونحن نعرفوا اللي سيد هذايا كان معناتها مشاشه نتاع عماد الطرابلسي قبل 14 جانفي 2011، فهمتني؟ اي، وعلى بلاتو نتاع نسمه هو بيدو جاء واستعرف بالحكايه هذيا، ومعناتها وفما امور راهو بلادنا صغيره ونعرفوا بعضنا الكل، ولذلك سي عماد دغيجي ولي اليوم معناتها هو ناطق باسم الثوره التونسيه. يقول لك ما عندي حتى علاقه بالثوره ولا الغدوه يا اخي، باش يخاف منه ولا ما عنده انتقاد توا تشوف. هو قالها زاد قبل، ربي يهديك، وقالها قبل واستعرف بها، فهمتني؟ اللي هو كان على علاقه في بلاتو في نسمة في 2000 في بلاتو في نسمة قال ايه ويخدم في دبويت ايمن ترابلسي، نعرفوا دبويت شنو هكا. وبعد جابوا سمير الوافي قال انا ما عندي حتى علاقة بايمن ترابلسي. دونك غوفيرمون توتافي، انا موافق معاه في اللغة، مانيش موافق معاه في اللي تيغ، ما موافق معاه في الحكاية. دونك ما يجيش اليوم سي دغيجي ولينا هو فهمتي يحكي باسم الثورة ويحكي هو فهمتني باش يحقق اهداف الثورة. نفس الشيء بالنسبة للشخص الاخر. دونك هذوما ناس معناتها وجوش جابت لتونس، ما جابت كان العنف وكان مشاكل. دونك الناس هذوما تجي اليوم وتمشي قدام المحاكم معناتها في وضعيه كما هذيا، يا اخي علاش خرجوها هي القضيه معناتها المحاكمه من تطاوين؟ خرجوها من تطاوين وحبوا يشوفوا ان اوندوا نوتر باش ما يصيروش مشاكل، باش ما يزيدش ضغط على القضاء، باش ما يهبطوش الجماعه هذوما، باش يمشيوش يعملوا تهديدات غير مباشره للقضاة، باش ما تصيرش البريسيون على القضاة. هاو رجعنا للمربع هذاك، وناس فهمتني هابطين، وناس احتفالات وتصريحات من حقه. هذوما ناس سي دي زيليمون كي سون فيولون، معناتها هذوما ناس ماهمش عاديين، ماهمش نتاع عربي الحق. كمل ريزونمون نتاعي نتاعي ويجاوبني. ناس ماهمش من رابطة حقوق الانسان ولا من عمادة المحامين ولا من جمعية القضاة، ولا ناس ناشطين في المجتمع المدني وناشطين بصفة عادية. هذوما صدر فيهم قرار، هذم حكومة المهدي جمعة اللي حطوها وقتها في 2019 من أهدافها كانت حل رابطات حماية الثورة، وفما توافق في الموضوع هذا والنهضه بيدها في وقت من الاوقات. ما نعرفش كل مره كيفاش النهضه، مره تستعرف ومره ما تستعرفش. الاتحاد العام التونسي شغل واضح، الموقف نتاع حسين عباسي قال لك هذوما الجناح العسكري نتاع حركه النهضه، وناس معناتها معروفين بالفيولونس نتاعها. دونك هنا فين ماشيين؟ شم هبطهم الغادي؟ شم هزهم في بريمتر كيما هذي؟ تقول لي احرار في تنقلاتهم، زاد الامن حر في فرض معناتها قواعد امنيه، معناتها عنده الحق زاد الامن فهمتي يدخل وياخذ مواقف. ماهيش حكايه كل شيء بالقانون، راه حكايه فهمتي زاد انا جو فوا انو بور دي ريزون سيكوريتير البريمتر هذي ما تقربلوش. انا مسؤول على الامن، ماكش انت مسؤول على الامن. ملا وقتها كل واحد حر، برا مشيو اعملوا اش تحبوا، ملا ادخلوا قصر كرتاج وادخلوا قصر الحكومه في القصبه واعملوا اش تحبوا، وامشي فين تحبوا، وامشي للجيش الوطني وقول له اش تحبوا، واعمل تصريحات تحب عليها انت، واعمل تحركات تحب عليها انت، تولي فوضى في البلاد. فما بور دي ريزون سيكوريتير، فما بريمتر يا خويا ما تقربلوش، فما اشياء ما لازمش تصير بور ايفيتي معناتها لافرونتومون. تو السيد هذايا مخرجينه سي سعيد الشبلي هذايا، معناتها هو المسؤول على رابطه حمايه الثوره الغاج، وفي تصريحاته سمعتوا تصريحاته بعد ما خرج، ولا السيد ماهوش ناكر، والسيد باقي فك المنطقه نتاعو، وقال لك هذاك سي لطفي نقض ظلم من الازلام ولازم القضاء على الازلام هذوم، فهمتني؟ دونك السيد مواصل معناتها في اللوجيك نتاعو. دونك في شنو؟ ونردوه هذا يتهز على الاعناق وزغاريت وكسكسي وزرده محلوله واحد، شنو هذا؟ باش هكا نبنيو ديمقراطيه في البلاد؟ هكا نبنيو جو نتاع احترام نتاع نجم نكون متخالف معاك، نجم تكون متخالف معايا، مي معناتها يا يو مغدوم في الحكايه هذيا، ماهيش لعبه، ماهيش حكايه انا مختلف معاك وتخالفنا لا لا، يا يو مغدوم. فما راجل تسحل ومات، تحب ولا تكره، معناتها اليوم اسكو باش نعطيه حقه الراجل هذا وعائلته ولا لا؟
ونحطوا الامور في اطارها ونطبقوا القانون. انا مانيش قاعد نناقش في الديسيزيون تاع القضاء، لكن معناتها ما تتمش الامور تولي احتفالات وتولي ناس فهمتي تهزوا على الاعناق واللي هما مازال فيهم الشك، بما انه معناتها النيابه العموميه قامت بالاستئناف، دونك مازالت القضيه موجوده ومازال الشيء السيد هدايا واللي سايبوهم مازالوا مشكوك فيهم، دونك بما انه فما استئناف القضيه ما وفاتش. الكلمة ليك.